السلام عليكم أصدقائي أحبائي، رجعنا لكم وحجر جميل مميز بألوانه الزاهية، ويتميز بطاقة وميزات يختلف عن هذه الأحجار. طبعا يسمى بحجر الدلماس، هو يعني داولو أو دايمشن جاسبر أو دايمشن ستون، هاي بالإنجليزي. يعني هذا الحجر يتميز بأن هو يكتسب طبعا هذه النقاط السوداء، ومرار تجي نقاط جوزية بهذا الحجر. ميزة هذا الحجر وخاصة هذين السود النقاط أو الألوان السوداء، اللي يلبسه أو شكل قلادة أو محبس أو سوارة، طبعا ياخذ شكو طاقة حولكم أو الموجودة بالأرض وينطيك إياها لجسمك يزودك بيها. هذا ميزة الحجر. ومن ميزاته الجميلة هو يحول من كره إلى محبة. يعني أنت تحس واحد، يعني كل ما تشوفه تحس طاقة يعني سلبية إلى، أو ضوج منه، احنا نقولها بالكلمة العامية أضوج من عنده. كل ما أشوفه تقول ما أعرف ليش أضوج من عنده هذا الشخص، فأكو طاقة سلبية ما تتفق وياه، هذا يبعدها، يعني مثل ما يقول موعها تنتهي، وبي يعني يخليك تتجاوب ويا هذا الشخص اللي انت دائما تعاني من عندها، وتقول هذا ليش الشخص اني اكرهه، يعني جاي يشوف ما بي شيء، ما بي في الشغلة، او لا هو ضدي لا مسوي لي في الشيء. هاي المتداول يعني بالمجتمع المعروف، المشاكل كذا، لكن انت تحس من تشوفه تضايق من عنده. هذا ينطي توازن وينطيك يعني حالة إيجابية جميلة، ويخليك قلنا يطرد الطاقة السلبية ويرجع لك الطاقة الإيجابية ويثبتها بجسمك وأفكارك. طبعا من ميزاته هذا الحجر يكون الصداقة، يعني الثقة بالنفس. دائما اللي يحمله أو اللي يشيله، أو بعض النساء يعني ما تحمله أو ما تلبسه تحطها في جنطتها. يعني احنا شفت بأمريكا هواي، يعني شفت نساء من نتكلم عن الحجر بالشغل أو بالصدفة بمكان، تقول لي أنا هذا عندي الحجر، أنا كذا كذا كذا، هو أنا عندي معلومات عنه فأعرف يعني هذه ليش أشيله، أو هي تقول أنا شو لما أشيل هذا الحجر أحس عندي فت حالة إيجابية، أحب أسوي شيء، أحب أمارس في الشيء، أو أكون يعني أبتكر شيء، خاصة اللي عندهم ضغوط بالعمل، معلمات أو الأساتذة أو كذا. يعني هذا يخلي فت عندك طاقة بجسمك وفكرك بأن أنت تكون عطاء، يعني عندك أكثر عطاء اللي حولك، وتكون دائما إيجابي. فهذا ميزة الحجر، ميزة كل الجميلة، وهي ما طالما تعطيك الصداقة أو تعطيك السعادة أو تعطيك الثقة بالنفس، فيتميز هو هذا الحجر بهاي الميزة الجميلة، ونقلنا الرائعة اللي هي دائما الطاقة الإيجابية يثبتها بجسمك ويفند أو يموع الطاقة السلبية. شكرا. وأكو ميزة جميلة طبعا هسه أكثر اللي يعانون بها، خاصة عندنا، هو بأي مكان ترى صدقوني، يعني راح أتحدث بالنسبة للسحر. السحر اللي يسووه بعض الناس اللي ما تخاف الله، سواء من الروحانيين اللي يسمون نفسهم روحانيين الرجال، او النساء اللي يروحوا للذول الدجالين او الروحانيين يسموهم التسمية هذه. انا طبعا ما اؤمن بها او ما اريد اتحدث بها، لكن اكو الله سبحانه وتعالى، هي ان احجار لكن بها فد امور. هذا الحجر يتميز بان يحفظك من كل سحر. انا من اقول هاي الكلمة مو اريد ابيع، ولا عندي محل جاي ابيع، بس هذه اللي ايش قد ما اني فتشت عنه وعرفت عنه وعن ميزاته، تاريخه، وجده، هذا قلت لكم يموع شكو اشياء او شكو طاقة سلبية، ويعطيك فد هالة خاصة ضد السحر. هو هذا يتميز بيها الحجر الجميل المميز. هذه طبعا انا اتوقع اكثر الناس هسه راح ينتبهوا لي فيها، وهذه يعني هذا المجتمع هسه خاصة بالعراق اللي يعاني من عندها دائما المشاكل، ودائما الخراب، ودائما يشوفون بعض الشباب او النساء تقول على ساعة اني يعني زوجي كذا، او انسان، او اهلي، او كذا، ابتعد منهم، ما ادري ليش، ما اعرف ليش، ما تعرف. فهذا الحجر هو، احنا بالاضافة اذا اريد اتكلم عن امور
ثانية يعني احنا نتكلم عن القرآن كتاب الله، أو بالنسبة لأي ديانات الاعتقادات فيهم هي تكون أقوى، لكن أكو ناس ما عندها ثقافة وما عندها ما تعرف شنو تسوي، يعني يكون أمرار مو طاهر هو، أو ما يحفظ الآية، أو ما يحمل هذاك الإيمان، فيتأثر بالطاقة السلبية اللي تتوجه إليه على شكل سحر أو على شكل. فهذا الحجر يعني حتى لو كان إنسان هو مو بحالة طهارة، خاصة للنساء، وتعرفون قصدي هنا مو بحالة طهارة، يعني تقدر تحمله وتحفظ نفسها، وهو الله الحافظ. لكن سخر لنا هذين الأحجار وأنواعين لهذه الأمور وهذه الاستعمالات إلها، وهو يمتاز. واني طبعا هذا كلش يعني حاولت أجمع هذين الأحجار حتى أتحدث بي عن يعني نوعيته أو الميزة بالنسبة لتثبيت الطاقة الإيجابية ويطرد شكو طاقة سلبية. فإحنا قلنا الطاقة السلبية دائما هي من يعني من الشيطان ومن الجن، واللي يسخرون هذه الحالات يعني ضد ناس الخراب الكذا، ودائما هي تكون طاقة السفلى، والطاقة الإيجابية قلنا هي العليا، هي في السماء. فهذا يتميز هو يعني الحجر، يجمع لك شكو طاقة إيجابية حولك أو ينطيك هالة، ويبعد أو يموع شكو طاقة سلبية هي توجهت إليك. ومن ضمن الطاقة السلبية أنا أذكركم بها هي الحسد. الحسد موجود طبعا، ويحسه أي إنسان. أمرار الإنسان هو يحسد نفسه، يعني يحسد أولاده، يحسد أبنائه، يحسد إذا مثلا امرأة بنت حلال وكذا وخدمة بالبيت، أمرار هو ينسى هو طبيعته، مو قصده في الشيء، وهو حسد أكو. لكن هذا قلت لكم اللي حمله أو اللي يكون عنده موجود يحاول يبعد عن هذه الطاقات السلبية والأفكار السلبية. وبميزة همينة جميلة هو قلت لكم يجدد أو يمطيك، خلينا نقولها بالعامي، واهس تسوي أفكار أو ابتكارات، أو تحاول تتقرب للمجتمع، تنطيهم، تتحدث، خاصة اللي يعني هم اللي يزاولون التعليم بالجامعات، أساتذة، أو اللي عندهم برنامج تلفزيوني. أمرار الإنسان يكون عنده فكرة بدماغه، لكن من يصير أمام الكاميرا أو يصير أمام الناس أو يصير أمام مجتمع تشتت، هذه ما يصير عنده توازن. فهذا هم بي ميزة جميلة، هو يخليك أكثر توازن، وأكثر يعني يجمع لك الطاقة الإيجابية، وما يخلي شنو المؤثرات السلبية حولك كلها يموعها ويطردها. فهذا الحجر أعتبره يعني هم مميز، بالإضافة إلى أحجار إحنا قلنا كل حجر الله سبحانه وتعالى خلق بي ميزة. فهذا تأكيد يعني دائما أكرر، بأن أنتو عرفوا شو تستعملون الحجر، أو وقته، أو ليش تستعمله. وخاصة أكيد بالنسبة للنساء، بالنسبة لحجر الدم أو هذا الحجر، النساء الحوامل إيش وقت تلبسه، وإيش وقت تحوله من إيدها اليسرى إلى إيدها اليمنى بأثناء الولادة. طبعا تخليه بإيدها اليمنى، هذا أكد عليه حجر الدم. وهذا من تكون الشاب أو المرأة أو أي شخص يحمله، دائما قلنا ينطيك الطاقة الإيجابية اللي حولك، ويجمع لك الطاقة الإيجابية، وينطيك هالة تحميك من كل نوع من أنواع الطاقة السلبية. فنقول هذا الحجر بميزة كل الجميلة، بالإضافة إلى الأحجار الباقية اللي تمتاز كل حجر بنوعيته وميزته الجميلة. فبهذه فكرة سريعة يعني طبعا أعطيتكم عن حجر وميزته، واني قلت لكم حتى أقصر الفيلم وأحاول أنطي فكرة، وأنتم تقدرون تبحثون يعني كبداية، أعطيكم إياها وأنتم تبحثون عن الحجر. وقلت لكم دائما من واحد يثقف بشيء أو يتعلم حوله شنو وليش هذا وليش يستعملوه وليش، وحتى خاصة للبائعين يعني بالنسبة للأحجار، من يكون عنده حجر متميز يعني يقدر يتحدث عنه، أو الإنسان يجي من يشتري يعرف إيش يشتري وليش يستعمله وإيش وقت يستعمله. أتمنى هذه الفكرة أو
هذه الفكرة عن الحجر السريع نالت إعجابكم، ولا تنسون يعني أنتم دائما ملاحظاتكم تكون مهمة بالنسبة لي، وحتى نقدكم، حتى مهما تكون أفكاركم أنا أستفيد من عندها، وكل إحنا جاي نتعلم، وإن شاء الله نحن نرجع وياكم بحجر أو نوعية أو فكرة عن حجر ثاني مختلف.